استاذ رضا، ازاي ممكن مواطن عادي زي اشرف مثلا يتحول الى صاحب مصنع او صاحب مشروع صغير، الى صاحب بيزنس، الى شخص له علاقه بالصناعه بشكل ما او بالتصنيع بشكل ما؟ هو طبعا الشخص لابد يكون بدايه عنده فعلا المقومات الشخصيه ان هو يكون صاحب نشاط. المقومات الشخصيه دي بتختلف من فرد لفرد، بترجع للطبيعه البشريه ليه هو كشخص وتكوينه ونشاته، وفي نفس الوقت كمان بتكتسب كمان ايضا بالدراسه او بالاطلاع او 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 ما شابه ذلك. المقومات الشخصيه لما تكون متوفره في الشخص بتساعده كتير جدا على ان هو يشتغل في اعمال حره، سواء كان عمل تجاري او عمل صناعي. هو الحقيقه اغلب اللي قابلناهم في الحلقه دي مصنعين. تمام. هم دول اكتر الناس اللي بيجوا لكم طالبين للدعم والقروض، ولا في الاكتر للتجاره؟ الاغلبيه العظمى للتجاره، ولكن احنا كجهاز وكتوجه دوله احنا بنحاول ان احنا ننشط الصناعه اكتر، عشان كده بنستهدف شريحه كبيره جدا من المشاريع الصناعيه، وكمان بنديلها اهتمام اكتر في ان احنا بنديلها بسعر عائد مخفض 5% تمام غير المشاريع التجاريه. فده دعم من الدوله، لان الصناعه لها بتخلق او بتوفر فرص عمل اكتر، فبالتالي المشروعات الصناعيه بنديلها دعم في سعر الفايده، بنديلها مساعده بعد كده في ان هو منتجه لو كويس بنشركه في معارض وفي عمليه تسويق من خلال سلاسل الامداد اللي احنا بنتعامل معاها او الهايبرز اللي بنتعامل معاه او ما شابه ذلك، عشان خاطر نساعده في عمليه التوزيع. بالاضافه لكده ممكن يشترك في معارض اقليميه زي معرض القاهره الدولي، زي معارض اخرى متخصصه. طيب انا كاحمد جيت لحضرتك قلت لك والله انا عندي رغبه اكون عندي مشروع صناعي صغير ما في اي نشاط. تمام. نمره واحد ونمره اثنين ونمره ثلاثه في اللي المفروض اعمله في البدايه ايه؟ طبعا اللي بيقدم على المشروع الصناعي لابد ان هو بدايه يكون عنده خلفيه ايه هو عايز يعمل ايه. حتى لو ما عندوش خلفيه هو عاوز يعمل ايه، احنا عندنا دراسات جدوى نموذجيه موجوده. الدراسات دي الهدف منها ان هي بتساعد في ان هو يكون فكره مشروع. احنا بنعمل برضو تدريب ده ازاي، في تدريب اسمه كيف تولد فكره مشروع لمده يومين، يتم دراسه اكثر من نشاط، النشاط اللي بيستهويه يقدر ان هو ينمي نفسه فيه، وبالتالي يقدر يشوف نفسه قادر على فعلا حسب مقاومته الشخصيه بقى. طبعا قادر على اقامته ولا لا. بعد لو كون فكره نشاط مشروع في دوره اخرى تدريبيه اللي هي كيف تقيم مشروع، اقامه مشروع نفسه، اللي هي الدوره التدريبيه الخاصه بي، ابدا مشروع، ابدا ان انا المكان بوفره سواء كان ملك او ايجار اللي هعمل فيه المشروع. طيب بعد المكان انا لازم المكان ده استخرج له مستندات رسميه طبقا للقانون بيشترط، سواء كان سجل تجاري، بطاقه ضريبيه، ترخيص او ده من خلال الشباك الواحد الموجود في كل افرع الجهاز ال 33 على مستوى الجمهوريه، بيقدر يستخرج كافه المستندات بتاعته من هذا المكان. بعد ما بيخلصها بيبدا مع المختصين في الاقراض في اعداد دراسه الجدوى ودراسه السوق للنشاط بتاعه، تمهيدا بقى للتمويل. في الحاله دي حضرتك بتقول لي لا ابتدي مشروع متناهي الصغر ولا ممكن تبتدي مشروع متوسط؟ لا يعني انت بتقيمني ازاي او بتدي لي التمويل على اي اساس؟ طبعا احنا من خلال اساس بقى حجم المشروع بقى من خلال المناقشه مع الشخص نفسه بنقدر نوصل لنقطه ان هو نقطه اقتناع. انا مثلا كنت طالب وسي مثلا 200,000 جنيه، لا النشاط بتاعك مش محتاج اكتر من 180 170 150 بالورقه والقلم. طب محتاج اكتر من كده ليه؟ برضه بالورقه والقلم نقدر ان احنا نوصل لاحتياج الفعلي للنشاط. طب ما في ناس تقول لك والله اديني المبلغ الكافي عشان اعرف اشتغل كويس. ما هو المبلغ ليه هو ده أقل. هو ده المبلغ الكافي، ما احنا بنوصل للنقطه ان هو ان احتياج النشاط نفسه قد ايه. قد يكون انا في مخيلتي ان انا كل ما اخد اكتر ده افضل، لا ممكن يكون ده عائق بالنسبه لك، لان انت بتحمل نفسك بعبء اقساط زياده اكتر من احتياجك. حضرتك كده بتحميني. طبعا ديت فيها حمايه للشخص وفيها كمان يعني تبصيره لي ان ده مش سهل. ثانيا انت هتكبر اقيم احنا معاك. طب ايه المراحل اللي حضرتك بتتدخل فيها كجهاز في المشروع عشان تقول والله انت ماشي في السكه الخطا، عيد توجيه نفسك للمسار الصح؟ طبعا طول بعد صرف القرض احنا موجودين معاه على طول بالصمغه، بنزوره بنتابعه، هو متواصل معانا في سداد الاقساط كل شهر او كل حسب الفترة الزمنية الخاصة بالسداد. من خلال التواصل اللي بيننا وبينه ده دايما على دراية بايه المشاكل اللي بيواجهها، دايما على دراية هو بيعمل ايه وبيشتغل ايه ووصل لفين. العلاقة بيننا وبين العملاء عندنا الحمد لله يعني تقدر تقول لحضرتك انها علاقة صداقة اكتر منها علاقة عمل.